يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بأداء تحية المسجد، الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بأداء تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، هل يدل هذا الحديث على وجوب تحية المسجد لأنه لا يأمر لم يأمره بترك الاستماع لن يأمره بترك الاستماع للواجب لأمر مسنون؟ هذا خاص بمن دخل والإمام يخطب، خاص بمن دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا دخل في غير وقت الخطبة فتحية المسجد سنة، إن شاء عملها وإن شاء تركها، وعملها أفضل. نعم.